المزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت سيادة العميد أمين حطيط الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. سيادة العميد مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني نتساءل على الرغم من الاختلاف ما بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية واختلافهم مع بنيامين نتنياهو، لكن هناك اتفاق من مجلس الحرب الإسرائيلية على شن عملية برية في رفح والاجتياح الذي بالفعل تم فجر اليوم شرق رفح. برأي حضرتك يعني لماذا الإصرار على استمرار الحرب في غزة؟ بداية التحية لك وللمشاهدين الكرام. الواقع أن إسرائيل ترى أن عملية رفح بالنسبة لها ضرورية حتمية، خاصة بعد أن قيد نتنياهو نفسه واليمين المتطرف بمسألة استكمال الاجتياح لكامل القطاع، ويرى أن مصير الحرب ونتائجها وتقييمها النهائي يكون مرتبطا بما يجري في رفح. فإن تم الدخول إلى رفح يعتبر نصرا كما يدعي أنه نصر مطلق، وإذا لم يتم الدخول إلى رفح فإن ذلك يعني الهزيمة. وفي ظل هذا الموقف جاءت موافقة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية على المقترح المصري، ففاجأ إسرائيل وجعلها تسارع إلى فتح معركة رفح، لأنها تريد من هذه المعركة تحقيق 4 أهداف. الهدف الأول بالنسبة لليمين المتطرف هو عدم إنهاء الحرب والاستمرار في الميدان حتى اللحظة الأخيرة، لأنهم يعلمون بأن هذا الميدان يبقيهم في السلطة ويحقق أهدافهم. ثانيا، يريدون استفزاز المقاومة الفلسطينية لجعلها تتراجع عن موافقتها على المقترح المصري وتجهض المفاوضات. ثالثا، المسألة الثالثة، يتصورون أن المقاومة الفلسطينية لم يتبقى لها تأثير فاعل يعول عليه إلا في رفح، وأن القيام بعملية عسكرية في رفح سيمكنهم من معالجة ما تبقى من مقاومة واجتثاثها، وهذا يعتبر نصرا لهم. رابعا، يعتبرون أن مصير الأسرى معلق على دخول رفح، فإذا استطاعوا أن يصلوا إلى رفح فإنهم سيحررون الأسرى الإسرائيليين بالقوة المسلحة وليس بالتفاوض. هذه هي الأهداف التي ترمي إسرائيل، وسواء باليمينها المتطرف أو بالآخرين في مجلس الحرب من تحقيقها. طب سيادة العميد، هل إسرائيل تعبأ لملف الأسرى باعتبار أنها تقوم باجتياح رفح على الرغم من الضغوط الدولية وردود الفعل الدولية التي تشجب هذا الإجراء لوجود 1.5 مليون فلسطيني في هذا المكان؟ هل ملف الأسرى بذات الأهمية عند نتنياهو، وخاصة أنه لا يعير اهتمام من بداية الحرب؟ لا أعتقد أن للأسرى دور مهم لدى نتنياهو، وإلا لو كان لهم مثل هذه الأهمية لكان سلك سلوكا آخر، ولما كان انتظر 7 أشهر حتى يقول أنه بالضغط العسكري سيطلقهم. هو يتذرع بالورقة ويجعلها في الأفضلية أو الأولوية الرابعة، أما أولويته الأساسية فهو البقاء في الميدان والبقاء في الحرب وعدم الدخول في صفقة مع المقاومة الفلسطينية، لأنه يعلم بأن هذا الأمر أي البقاء في الميدان والامتناع عن الصفقة مع المقاومة من شأنه أن يحقق غرضين: الغرض الأول أن يبقيه في السلطة وأن يبقى اليمين المتطرف هو الممسك بأزمة الأمور في إسرائيل، والمسألة الثانية أن لا يعطي للمقاومة الفلسطينية عامة ولحماس بشكل خاص فرصة للقول بأنها لوت الذراع الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن الفريق الحاكم في بيمينه المتطرف في إسرائيل غير معني بصفقة التسوية، وغير معني بإطلاق الأسرى، وغير معني بإنهاء الحرب، لكن هذه المواقف كلها تصطدم بشكل أو بآخر بالموقف الأمريكي عامة وبالموقف بالموقف الأمريكي خاصة وبالموقف. طيب سيادة العميد، لماذا لم تعر إسرائيل أيضا اهتماما
لتهديدات بعض الجهات بأنه سيكون هناك عواقب خطيرة جدا لدخول رفح. هل هي اختبرت هذه القوة؟ أصبحت لا تهتم بمدى قوتها العسكرية إذا كنا نتحدث عن حماس، أو ردود حتى حزب الله اللبناني على ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن إسرائيل لا تتصرف بشكل عملاني وواقعي واستراتيجي صحيح، إنما يشبه سلوكها سلوك المغامر والمقامر أكثر من سلوك الواعي والعاقل، لأن كثيرا من القرارات التي اتخذت منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم لا تنطبق على القواعد العسكرية المعمول بها، سواء في القرارات الاستراتيجية الكبرى أو في الأداء العسكري التفصيلي الميداني. فخلال 7 أشهر الماضية كان لنا الكثير من الملاحظات على الأداء الإسرائيلي في الميدان المغاير للقواعد العسكرية، والذي كان ينحو باتجاه الفوضى والتخبط وعدم التخطيط المناسب، وهذا ما ذكره ليس فقط أعداء إسرائيل بل ذكره الضباط الإسرائيليين أنفسهم الذين هم في التقاعد أو على أهبة التقاعد، وقالوا أن إسرائيل تعمل من غير رؤية استراتيجية ومن غير خطط عملانية، وهذا سببه أن المصلحة الشخصية للحاكم هي التي تتقدم عند اتخاذ القرار، المصلحة العامة للكيان. صحيح. وهذا أمر دائما يكون مرهقا للمتتبع ومرهقا للمعني بالشأن. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت سيادة العميد أمين حطيط الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، شكرا جزيلا.